والله حقيقة إننا نعيش في زمن الرداء والبذاء في أتم معنى كلمتها، لأن ما تشاهدونه أمامكم ليس استقبال حاشد لأحد العلماء أو المؤثرين أو السياسيين، وإنما استقبال مؤثرة على التيك توك. والغريب في الأمر تنقل كل هذه الحشود من نساء ليلا إلى مطار هواري بومدين لاستقبال هذه المؤثرة. هنا لا يسعنا القول إلا يا عباد الله، شدوا نساكم، شدوا بناتكم، شدوا نساكم في دياركم، شدوا نساكم. هذا غلاهم داخل البلاد اللي راهم برا. جو عشرة، جو 15 واحدة، جيب صمت بقعش هذا الكم الهائل، وكان حتى نسا كبارات بلك شفت هذيك المرأة الكبيرة اللي جاتني و قعدت معها شوية صح تلتها. كي دخلت قررت بلي علاش جيت، ندمت اللي جيت كون قعدت في داري. صح كانوا ناس ما سكتوني، حكينا قعدنا شوية، شربت شوية ما بصح